النهاردة في ختام الدورة الرياضية للنقابة العامة للبترول يشرفنا ان احنا يكون معنا استاذ فواز شاهين. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تجيب حضرتك؟ فواز عبد الحليم شاهين وكيل النقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس اللجنة النقابية بشركة ابوك. شرفنا بيك النهاردة. النهاردة في ختام الدورة الرياضية التانية. حضرتك شايف ايه الاختلاف بين الاولى والتانية؟ الدورة الرياضية الاولى والدورة الرياضية التانية؟ لا، هو الحمد لله بفضل الله الدورة الرياضية المرة دي افضل من الدورة الرياضية المرة اللي فاتت، لان كان مظهر كان مشرف وكان حاجة جميلة جدا، واحنا بنشكر القائمين على هذا التنظيم ونخص بالشكر يعني الاعلام مع إدارة التنظيم مع الأستاذ محمد جبران مع زمايلي الأعزاء أعضاء المجلس التنفيذي وجميع النقابيين. كانوا النهاردة مشرفينا وكانوا حاجة النهاردة ممتازة وحاجة جميلة وكان شيء أكتر من رائع. بنشكرك جدا يا استاذ فواز، وحضرتك كنت داعم لينا لمده شهر كامل في الفعاليات اليوميه بتاعه الدوره الرياضيه في الاسكندريه. حضرتك تحب تقول كلمه اخيره لنقابيين اسكندريه، تقول لهم ايه؟ والله انا اقول ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق، وان شاء الله احنا بنساندهم وراهم وكلنا في ايد بعض على قلب رجل واحد لمصلحه العاملين والقطاع قطاع البترول بالكامل. شكرا جدا استاذ فواز. شكرا لك، تحت امرك.